السلام عليكم. دلوقتي احنا ان شاء الله هنقول الفكره العامه بتاعه البروجكت اللي هو الاي اي تراكنج كاميرا. زي ما احنا شايفين دلوقتي الكاميرا زي ما هي في الصوره الموضحه كده، انا دلوقتي لو اتحركت هي بتمشي معايا، مشيت مثلا كده لاخر السبوره هي رايحه معايا في كل الاتجاهات بتاعتي، يمين او شمال، تمام. طيب الفكره دي ممكن تخدم في ايه؟ الفكره دي مثلا من الناحيه التعليميه، فهي ممكن تخدم ان هي تتحط على كاميرا السلايدر بتاع كاميرا وتفضل رايحه جايه مع الانستراكتور من غير ما يحتاج تيم وراه، لا هو يقدر يصور نفسه بحيث ان الكاميرا تفضل ديتكت الشكل بتاعه ويقدر يشرح على السبوره كلها من غير ما الكاميرا. احنا لما كنا بنصور الانستراكتور كان ممكن احنا مثلا مركزين في الشرح فكان هو بيبعد عن الكادر فكان الكلام ما بيظهرش، فاحنا نقدر نتفادى الموضوع ده بالبروجكت ده. لا ان احنا متاكدين ان الاي اي بتاعنا دايما ماشي مع الدكتور، تمام. طيب ممكن يفيد في ايه كمان؟ ممكن يفيد في المطارات، يعني احنا مثلا نديتكت شخص معين، الشخص ده الكاميرا تفضل مراقباه وتفضل تتبع كل تحركاته طول ما هو في الكادر بتاعها. نقدر نستخدمه في البيوت، نقدر نستخدمه في البيوت ازاي؟ ان مثلا لو اي شخص غريب دخل في البيت الكاميرا بتديتكت الشخص ده ان الشخص ده مجهول او الشخص ده مش متعرف عليه في البيت، فالكاميرا تفضل برضو تتتبعه وتشوف هو كل تحركاته وتقدر ان هي تدي الارت للناس اللي في البيت ان في شخص غريب موجود. دلوقتي هنشوف لو انا كانستراكتور واقف بشرح وعدى من قدامي طالب دخل مثلا المحاضره وعدى من قدامي طالب ودخل في الكادر او ظهر في الكادر بتاع الكاميرا، هنشوف دلوقتي هل الكاميرا هتديتكت الشخص وهتمشي وراه ولا هتفضل مركزه معايا انا؟ هيعدي دلوقتي الشخص وانا ايه؟ وانا بشرح وانا ماشي يمين وهو شمال، هي الكاميرا ماشيه معايا انا، تمام؟ هرجع تاني العكس، انا همشي شمال وهو هيمشي يمين، هنلاقي ان الكاميرا بتمشي معايا انا مش بتديتكت هو خالص، تمام؟ فاحنا بس كنا حابين نوضح الفكره دي وان شاء الله تكون الفكره واضحه. هيفيد في ايه كمان؟ هيفيد ان احنا عندنا حاجه اسمها الموشن ديتكشن. الموشن ديتكشن ده يعني اي حاجه ساكنه، طيب انا برضو وانا بشرح هتحرك بحيث ان الكاميرا تشوفها وهي رايحه وجايه معايا، تمام. هيفيد في ايه الموشن ديتكشن؟ الموشن ديتكشن ده هيفيد ان انا مثلا انا حاطط الكاميرا دي في مكان ساكن، انا قايل او مدي امر للكاميرا ان المكان ده كل حاجه فيه ساكنه، لو شفتي حاجه بتتحرك ده معناه ان في حاجه غريبه، في حاجه مش منطقيه، راقبي لي الحاجه دي، تمام. فهي هتفضل ماشيه معاها ومراقباها في كل تحركاتها يمين شمال او فوق وتحت، زي ما حضراتكم شايفين الكاميرا بتتحرك يمين شمال او فوق وتحت، تمام. وممكن نضيف فيتشرز على الابلكيشن ان اول ما يحصل اي موشن تدي الارم او تدي تكست للابلكيشن ان في حركه حصلت. طيب كمثال بقى على الموشن ديتكشن، احنا دلوقتي جايبين التكييف زي ما هو واضح في الصوره كده على اساس ان هو الحاجه اللي احنا مخزنينها، تمام، او المخزن مثلا، تمام. وانا هبدا دلوقتي اتحرك ماشي ونشوف الكاميرا هتعمل ايه. انا دلوقتي بدات اتحرك، هتلاقي الكاميرا بتبدا تنزل لي انا، تبدا تشوفني انا لانها شافت حاجه، احنا دلوقتي مثبتينها على حاجه ساكنه وهي شايفه حاجه بتتحرك، فزي ما حضراتكم شايفين دلوقتي هي بدات تشوفني انا بعمل ايه وبدات تتابعني، تمام. انا مثلا مشيت كده هي جت ورايا، تمام، رحت كده هي هتبدا برضو ايه تمشي ورايا، تمام. نتمنى المشروع يكون مفيد ويكون عجبكم، وان شاء الله نشرح التفاصيل كلها في الفيديوهات الجايه. شكرا والسلام عليكم.